بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسول الله. من أعظم الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله تعالى في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر البر والإحسان، شهر الطاعات والقربات، ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله جل وعلا قد أمر بالإكثار من ذكره تبارك وتعالى في كل وقت وحين، فإن الأمر بكثرة ذكره تعالى في شهر رمضان أشد وأفضل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ولذلك ينبغي علينا في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأوقات الفاضلة وفي هذه الأيام المباركة أن نلهج كثيرا بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن نعمر أوقاتنا بذكره سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. وأفضل ما نذكر الله تبارك وتعالى به هو قراءة القرآن. فأفضل ذكر الله جل وعلا أن نقرأ القرآن، فنكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار دخول المنزل والخروج من المنزل، أذكار دخول الخلاء والخروج من الخلاء، أذكار دخول المسجد وخروج المسجد، إلى آخر هذه الأذكار المقيدة. ونكثر كذلك من ذكر الله تبارك وتعالى المطلق، التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، فإن هذا من أعظم ما نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام. وذكر الله جل وعلا هو سبب حلول الطمأنينة والسكينة وراحة البال، لأن الله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا والذاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.